السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وغادي مع رمضان مزيان. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جبت لكم واحد الخبر اللي زوينه وغادي تفرح بزاف الناس، بالخصوص الناس اللي ما استفدوش من الدعم ديال الراميد، وحتى الناس اللي تسجلوا في موقع التضامن وما استفدوش. اول حاجه كنشكر الناس اللي دخلوا القناه ديالي جداد وبارطاجوا الفيديوهات ديالي، كنشكركم بزاف. اما بالنسبه للخبر هو ان رئيس الحكومه العثماني البارح في مجلس البرلمان خرج واحد القرار انها تخرج واحد المنصه الكترونيه، من بعد ما جاهم بزاف الشكايات اللي جاو في الموقع ديال الشكايه اللي فيه شرحته، وخرجتني بعض الانتقادات كيقولوا انت باغي تطلع غير المشاهدات وهذه وهذه. احنا الحمد لله ما كنطلعوش مشاهدات على ظهر المساكين، احنا كنشرحوا للناس باش يستافدوا، هذا مكانك وباغي نطلع المشاهدات غادي نهضر على التفاهه، وانتم عارفين الا هضرت على اي موضوع تافه راه غادي يطلع. كيف ما قلت لكم غادي تخرج هذه المنصه يمكن نهار 21 ماي، يعني نهار الخميس ان شاء الله، غيتقدموا فيها الناس اللي ما استافدوش من الدعم في الراميد، وحتى الناس اللي تسجلوا في تضامن وما استافدوش. المهم الناس اللي ما استافدوش، يعني الناس اللي صيفطوا 12 12، والناس اللي صيفطوا في السيت ديال تضامن وما استافدوش ومحتاجين، كنأكد على هذه القضيه ديال المحتاجين، يعني الناس الا ما محتاجش بلا ما تزاحم الناس اخرين محتاجين وتسجلت انت وطلب شكايات، غادي غير دير الخدمه لهذوك الناس اللي كيفيريفيو وغادي تحرم ناس اخرين. لهذا كنطلب غير من الناس اللي محتاجين هما اللي يديروا شكايه ان شاء الله، وهذا ما كانوا تسناو ان شاء الله. ديروا ابوني وبارطاجيو هذا الخبر المفرح، ان شاء الله غير يتحط السيت ولا كان غير تضامن نيت غتحط فيه الشكايه راه غادي نشرح لكم كيفاش تسجلوا بالطريقه الصحيحه ان شاء الله. وهذا ما كان، والله يصوب الجميع، ونتمنى ان كاع الناس اللي محتاجه تشد هذا الدعم هذا. تهلاو في راسكم، ما تنساوش ديروا ابوني لاشين، تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي محتاجين. تهلاو في راسكم.